متابعي راديو ام اهلا بكم، مساء الخير عليكم، السلام عليكم. نزول فلاون في 5 على 5 البرنامج السياسي اللي يجيكم كل نهار الاثنين. اسعد اليوم بلقاء الاستاذ الخبير الاقتصادي اسماعيل الالماس. اهلا، مساء الخير ازول، السلام عليكم. أزول مساء النور وعليكم السلام. ومعي كذلك القيادي في حزب الار سي دي مراد بياتور. اهلا، شكرا على الاستضافه، مساء الخير لكل متتبعي راديو ام. عفوا، مرحبا بك مراد. ومعي زميلي الصحفي والمتابع للشان السياسي محمد ديوان. أهلا، مساء النور أستاذ الألماس. بما أنك خبير اقتصادي والكلام هذا الأسبوع يعني اقتصادي بامتياز في الشارع الجزائري، فوسائل التواصل الاجتماعي كذلك، الجزائر يعني راهي تمشي نحو التخلي عن نظام الدعم العام لمواد استهلاكية، فيما وعدت كذلك باستبدال هذا النظام بالدعم بصفة مباشرة. يعني عمليا ما معنى هذا؟ ما هي المنتوجات المدعمة؟ وشنو هي المنتوجات اللي ما راح تكون مدعمة من هنا فصاعدا كذلك؟ شكرا، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وكل المتتابعين لراديو ام. والله هذه القضيه تاع رفع الدعم على المواد المدعمه الى اخره، هذه قضيه سمعناها منذ سنوات وسنوات. يعني كل نظام جديد ولا كل فريق حكومي جديد يجي على راس الحكومه يجي بهذا المشروع تاع رفع الدعم، ولكن شفنا بان هذا الشيء غير ممكن وما كانش ممكن في السابق، ونظن بان لا شيء تغير باش يعطي امكانيات باش يطبقوا هذا رفع الدعم، خاصه بان اليوم نشوفوا بان يتكلموا على العديد من المنتوجات اللي راهي تقيسها هذا الدعم، منها المنتوجات يعني اللي داخله في الاساسيات تاع الاكل تاع المواطن، وكذلك يتكلموا على رفع الدعم على الكهرباء، على الماء، على الغاز، على العديد من الاشياء. فنظن بان في 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 نفس الوقت يعني رانا نشاهدوا بان الجزائر كالعديد من البلدان راهي تعيش وتعاني من عدة أزمات، منها أزمة سياسية منذ لا سيما 2019، هناك أزمة صحية، هناك أزمة أمنية مع الجيران، ورانا نعرفوا المشاكل هذه في الحدود كذلك، وكذلك أزمة اجتماعية، وفي نفس الوقت الاقتصاد متدهور، هذا يأثر على القدرة الشرائية. فعوض أن نفكر كيف ندعم القدرة الشرائية، كيف يعني نحاول أن نرفع من القدرة الشرائية تاع المواطن باش تكون عنده نوعا ما عيشة يعني مقبولة، لا احنا اليوم نتكلم على رفع الدعم، وعلما بأن رانا نعيشوا كذلك تضخم يعني غير مسبوخ. يعني رانا نشوفوا نسبة تضخم كبيرة، يعني كل منتوجات راهي ارتفعت، وبالتالي فنظن بأن هذا وكل كلام ما نظنش بأن منطقي، لأن حتى الميكانيزمات هذا الشيء جاء في قانون المالية، إيه؟ في مشروع قانون المالية 2022 وتم المصدقة عليه في الغرفة الأولى للبرلمان، إيه؟ وراح يتم المصدقة عليه كذلك في مجلس الأمة. ولكن أنا متأكد باللي سيتبون في آخر المطاف يجي ينحبس هذه العملية هذه. شفنا هذه القضية في وقت بوتفليقة، وين هناك بعض القوانين تمر وفي آخر المطاف يجي رئيس الجمهورية يحبس هذيك القوانين اللي غير اجتماعية. وبالتالي نظن بأن في غياب ميكانيزمات واقعية، لماذا نتكلم على الواقع؟ لأن حنا نتكلموا نقولوا بأن الاقتصاد راهو يعني راهو مسيطر عليه الاقتصاد الموازي. إذا نتكلموا على الاقتصاد الموازي ونتكلموا على 3 ملايين ولا 4 ملايين الناس اللي عايشة في الاقتصاد الموازي، واش يعني؟ يعني بأن ما كانش تخصابيليتي تاع الناس اللي راهي تعمل في هذا القطاع، هذا شيء مهم. واش محسوب؟ محسوب بأن 3 ولا 4 ملايين هذو الناس وكل مواطنين اللي راهم يتعاملوا في القطاع الموازي راهم عندهم أجور ولكن غير رسمية، ما كانش ماهيش معترف بها، يعني ما كانش في لاك الناس، ما كانش في لاك الناس. دونك هاد الناس هادو يعني عند القانون يعتبروا بأنهم راهم فقراء لأنهم ما عندهمش دخل، ما عندهمش أجرة. وبالتالي يا هل ترى هذاك الجروسيس اللي يخدم في إطار موازي اللي يدخل بالك يربح واحد مليون دينار في الشهر هو ولاده يستهل هاد المساعدة؟ دونك هذا في غياب يعني السيطرة على الاقتصاد، في غياب السيطرة على الاقتصاد الموازي، في غياب
الشفافيه. نظن بان غير ممكن اليوم ولا غدوه ولا من على 10 سنين وضع ميكانيزمات اللي تسمح باش نروحوا الى الدعم المباشر للناس اللي راهي في ضيق. نعم استاذ، نعود نولوا لهاد النقطه. محمد ايوانوغان كما قلت انه هاد المساله راهي تشغل المواطن الجزائري، هناك حديث في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن الاعلام ما تكلمش عليها كثير، كذلك ما نطلعهاش. نشوفوا انه يعني في وسائل الاعلام ما كاش اهميه كبيره لهذا الموضوع. هل هذا يعني جاء كاستراتيجيه لعدم يعني خلق شوشره عند المواطنين، ام انه هذا المشروع راح يتم التخلي عنه في اخر لحظه؟ ماهوش اول ملف اللي يهم المواطن والصحافه تجهله في المده الاخيره. الصحافه ولات الان لأول مرة وين الصحافة الجزائرية خاصة ما يسمى بالصحافة المستقلة يعني السرنج يعني هكذا بشكل تام بشكل مطلق من جهة السلطة في كل سياسة تاعها. عشنا في التسعينات كانت ديجا لأن إجراءات صحيح هيكل الاقتصاد مثل كما اللي راهم يديروها اليوم داروها في التسعينات. الصحافة كانت تلعب دور امتصاص الغضب جوستمون، باسكو النقابات كانت تنشط، كان فيها نقاش وطني، كان نقاش نحبوا ولا نكرهوا، كان ربما كان ضعيف ما كانش كافي ولا ما، ولكن كان هناك نقاش، كانت هناك اضرابات، كان هناك نقابات تتحرك والصحافه كانت تتبع الموضوع. دونك الامور ما سارتش بالطريقه اللي راهي تصير اليوم. اليوم صحافة كما تتكلم على موضوع تاع دعم الاسعار ولا تتكلم على الاصلاحات الاقتصاديه اللي ديرها الحكومه، تتكلم باش تزيد يعني تطبل وتقول بلي وتساند الحكومه الى اخره. شفنا قريت العناوين القليله اللي تكلمت على الموضوع، تكلمت عليه من زاويه الحكومه، من زاويه اللي طرحها للحكومه فقط. بينما مشكل دعم الاسعار كما كان يتكلم الاستاذ، ترفع دعم الاسعار هو منظومة، هو تقريبا منظومة الاقتصادية الجزائرية كامل مبنية على رفع على الأسعار المدعمة. النهب والمساعدات لي فون سبيسيو اللي يديرهم الحكومة لفائدة القطاع الخاص راهي بالعشرات روح برك بدون مراقبة، زائد الاقتصاد الموازي بدون مراقبة. المواطن البسيط يستفيد من هذا دعم الاسعار، علاش؟ باسكو الاقتصاد كله ريعي، سي اون ايكونومي دو رونت، دونك ما كاش واحد راه او عايش بالمجهود تاعو بالعرق تاعو، هذا هو. اذا كان نحيو دعم الاسعار لازم المنظومه الاقتصاديه هذه كمان نعاودوها. تتعاود المنظومه الاقتصاديه هذه لازم تنحي الحزب الواحد، لازم تنحي الحكومه هذه، لازم تنحي النظام السياسي هذا كامل، لازم يتنحى كل شيء، تعاود نعاودو كلش. تنحي دعم الاسعار وحدها ما درت والو، راح يصرى انفجار اجتماعي، هذا ما كان. غياب صحافه لمناقشه مثل هذا الموضوع الحساس، مثل هذا الفيراج كيما يقول المنعرج الحساس، راح يزيد يعمق الازمه، يعمق الهوى بين المواطن والحكومه، ويسرع ربما في سقوط، على الاقل سقوط حكومه ايمن بن عبد الرحمن هذه، اذا كان ما ادش الى هذا المشكل تاع دعم الاسعار هو اللي راح يقضي على هذا ما تبقى من مراد بيتور. انتم كحزب معارض كيفاش راكم تتبعوا هذا الخطوه ولا هذا القرار اللي الكثير من يعني الجهات في المعارضه تسميه بالقرار الغير الاجتماعي والغير الوطني؟ الحكومة اليوم ولا منظومة الحكم بصفة عامة راهي إشاكيمات، ما تقدرش تواصل ولا تستمر بسياسة شراء السلم الاجتماعي وتوزيع الأموال، لأن الأموال ما كانش، وهذا راجع إلى الاعتماد على الاقتصاد الريعي. نحن على مستوى الأرسيدي في 2017 قدمنا اقتراحات واقعية، واقتراحات سميناها اقتراحات على المستوى على المدى القصير والمتوسط، أين وضعنا منها هذا لي سيفونسيون سيبلي، اين سنضع، اننا قدمنا حل اين سنضع بطاقة حياة. علينا ان نضع بطاقة وطنية، لاننا الا ما عندناش احصائيات حقيقية على كم عدد العمال الموجودون في القطاع الخاص، كم العمال الموجودون داخل القطاع العام، كم العمال الموجود في الانفورمال في القطاعات الموازية، ان لم نقم بوضع بطاقية وطنية حقيقية ما نقدروش نوجه الدعم، ما تقدرش توجه الدعم في ذي المنظومة حكم ومنظومة اقتصادية بهذا كان يتكلم عليها ربما الأستاذ، منظومة اقتصادية أركايك بدائية ما تقدرش تعمل بها.
وقدمنا أيضا حلول من أجل ادخار الثروة وأيضا جلب الثروة، منها توجيه مثلا بعض من ما يسمى بإقامات الدولة إلى القطاع السياحي، مثل إقامة كلوب ديبا، مثل الإقامات الأولى المتواجدة على مستوى الولايات، أكثر من 6 أو 7 مقرات، واش يدير بها الوالي؟ واحد تكفيله، إن كنا نتحدث على إقامة لوالي وحدة تكفيله. في كل الولايات هناك 6, 7, 8 إقامات ويصرفوا عليها، هي دراهم صوار تاع الدولة اللي راهم يصرفوهم، تصرف فام دو ميناج جارديني والأكل والكثير من الأمور. الإلكتريسيتي أيضا اقترحنا في 2017 أننا نتجه إلى الانتقال الطاقوي، وهذا أمر مهم أيضا لأنه راح سيدخر أموال الدولة. ومنها اقترحنا أن المؤسسات العمومية أنها كخطوة أولى تذهب إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة والاستغناء على الطاقة بشكل الحالي، ولكن الحكومة دائما الصم البكم. في ذلك الوقت كان سوارد، خلص سوارد شراء السلم الاجتماعي، واليوم رهم إشاكيمات. فليتحملوا مسؤوليتهم أمام تاريخ الشعب والمواطن. اليوم فهم اللعبة السياسية، عندما خرج للشارع الشعب يطالب بتغيير النظام، يتحدث عن منظومة حكم بأكملها، لأننا اليوم ما نقدروش نتحدث على نمو اقتصادي في ظل مناخ من الاستبداد، في ظل مناخ يتسم بكبح المبادرات. هناك كبح للمبادرات على كل المستويات، في المستوى الاقتصادي الاجتماعي الثقافي، كل المبادرات هناك أنثرة يكبح كل المبادرات. ما تقدرش تهضر على الاقتصاد في هذا المناخ، ما تقدرش تهضر على نمو اقتصادي في ذي الغياب الديمقراطية، في ذي الغياب كنترول ديمقراطيك، رقابة ديمقراطية على الاقتصاد. لهذا نحن نقول أن تغيير منظومة الحكم هي الحل من أجل النهوض بالجزائر في كل القطاعات. مراد بياتور قال في هذاك الوقت اللي كانوا فيه الصوارد، نسقسيك أستاذ، واش خلى اليوم النظام الجزائري يروح يعني يتوجه نحو التخلي عن الدعم ولا رفع الدعم على المواد الاستهلاكية؟ هل هذا الشيء يعود إلى نقص موارد الدولة أم هي شروط وضعتها المؤسسات النقدية والمالية الدولية؟ ما خليتينيش نتكلم على هل نعطي لك تفسير، لان الاثنين يعني فيهم نوع من الصواب، لان في الحقيقه الموارد الماليه تقلصت كثير. اذا نروحوا نبداو من المدخرات في لي ريزيرف دو شونج اللي كانوا 200 مليار دولار في اواخر 2013، اليوم رانا تقريبا 40 مليار، ولا ما عندناش حتى الرقم يعني الحقيقي، بالك اقل من 40 مليار دولار. اذا نروحوا لصندوق دعم الايرادات، يعني كان ما يقارب حوالي 55 مليار دولار، اليوم رانا 0 دولار. دونك شافوا بان وتيره يعني تبخر هذه الاموال والاحتياطي خلى يعني الدوله تفكر بطريقه اخرى. يعني لما نتكلموا على الدعم نتكلموا على ما يقارب 17 ولا 18 مليار دولار، يعني ماهوش كميه قليله، وفي نفس الوقت في 17 ولا 18 مليار دولار ماهيش تتوجه حقيقه للمحتاج، راهي تروح اللي عندهم الاموال يقدروا يجلبوا هذه الاموال بطريقه مباشره وغير مباشره. يعني كلنا نفهموا بان عارفين بان هناك يعني لا كوربسيون، يعني الفساد في هذه المنظومه تاع الدعم، فساد كبير من هذه الجهه. ومن جهه ثانيه يعني الدوله نظن بان راهي اقتربت من بوابه المؤسسات الماليه الدوليه. كنت كلمت هنا مع إحسان في الحصة، قلت بأن الجزائر من المفروض راح في آخر 2021 إلى لافامي. قالوا لي لا جماعة، قالوا لي لا عندنا احتياطي صرف. قلت لي من الهبال تروحي إلى مؤسسات النقد الدولية باش تطلبي قرض وانت جيوبك فارغين؟ يعني اذا الجزائر لازم تلجا الى القروض الدوليه لازم تروح وهي عندها نوع من الامكانيات، نوع من الارتياح بو نيغوسي اون بوزيسيون فورس باش تقدر تفاوض من موقع مرتاح، يعني تكون مرتاحه. واذا تروح انت وجيبك فارغين تروح تطلبي اموال مساعدات، بالطبع يفرض عليك شروط قاسيه وما نقدروش نستوجبوها. وبالتالي فنظن بان الدوله فهمت بان راهي رايحه المؤسسات الدولية، وشروط المؤسسات الدولية معروفة، منها
الرفع الدعم هذا الشامل الرفع الدعم والجانب هذا السوسيو الاجتماعي هذا وكل ما يتماشاش مع طريقة تفكير المؤسسات المالية اللي يعني الهدف من دعم هو تكثيف يعني لها المنظومة الاقتصادية هي أولا الهدف الأول وهو تعظيم الربح وتكثيف الربح وبالتالي فما يخدوش يفهموا بأن الجزائر بلد كما الجزائر تخصص 17 ولا 18 مليار دولار من أجل هذا الجانب الاجتماعي وبالتالي فنظن بأن الذهاب إلى الاستدانة الخارجية. نعم؟ هل هذا تمهيد للذهاب إلى الاستدانة الخارجية؟ رانا رايحين للاستدانة الخارجية يعني شوف كما يقولوا قالوا ما نروحوش الى طبع الاموال رانا فيها ورايحين فيها وقال لك ما نروحوش الى الاستدانة الخارجية رانا رايحين فيها ولكن إذن المواطن يعرف بان العودة الجزائر الى الساحة المالية يتطلب وقت لماذا لان الجزائر ابتعدت من الساحة المالية منذ 2001 وانا با كونتراكتي دي كريدي ما راحناش طلبنا قروض منذ 2001 دونك صافي 20 عندها 20 سنه وعوده الجزائر الى هذه الساحات الماليه يتطلب وقت لان درك انا اتصلوا بيا تاع البنك المالي العالمي يعني لا بنك مونديال ما كونتاكتي باش يشوفوا الوضعيه الاقتصاديه نظن بان ايزون كونتاكتي دوتر جون دونك هادو لازم يعاودوا يدرسوا ملف الجزائر الوضعيه الاقتصاديه الجزائر تاع الجزائر الى اخره وباش بعد يبداو يتفاوضوا مع الجانب الجزائري وحول ما وين رايحه تروح القروض هذه اذا عطونا القروض علما بان العالم كل بحاجه لقروض بحاجه لمساعدات ما راناش في وضعيه يعني كلاسيكيه كما كنا قبل لا كوفيد اليوم بعد كوفيد 19 العالم كل بلدان في العالم محتاجة قروض محتاجة مساعدات وبالتالي باش تعطي لك اليوم البنوك العالمية تعطي لك مساعدات إذن فريمون عندك ملف قوي وكذلك إذن تحضري وتكوني وفد قادر باش يتفاوض سي با دوني ا تول مون سورتو كو كنا صافي 20 طون حنا جبنا روحنا من هذه الامور هذه دونك الحكومه اذا راهي تفكر بهذه الطريقه الحمد لله اللي راهي تفكر بهذه الطريقه يعني ان شاء الله ما تروحش المؤسسه الدوليه على كل حال ما نتمناوش هذا الشيء رغم انا مانيش ضد ولكن انا ضد باش تروح تجيبي قروض من البنك المالي العالمي باش تروح تجي تامبورتي به البنان هذا مرفوض هذا ايه هذا مرفوض يقدروا تو عندنا يعرفوا يديري بليه هو ولكن اذا تروح تجيبي قروض من البنك العالمي لمشاريع استثماريه كبرى وتكون رقابه من المؤسسات العالميه على بها وعلاش ما رحناش حنا نجيبوا قروض من اجل بناء طريق سيار استواس هذا كله لماذا لان كي يعطي لك القروض كاين متابعه من المفروض نقبلوا هذا الشيء يعني تكون مراقبه تقنيه ومتابعه اكسيتيرا باش كل ناظر يعرف وين يروح نكن استفدنا من يعني اونوري بارني دي مليار دي مليار اللي راحوا في طرق واحد اخرين دونك حنا واش نقولوا اذا نروحوا الى بنك عالمي من اجل قروض لاستثمار في مشاريع استثماريه افك ريتور سور انفستيسمون سادير واش نستثمر هذاك المشروع يرد لي هذوك الدرهم باش نقدر نردهم داكور ولا نروحوا للبنوك العالميه باش نجيبوا ملايير النص تسرق النص ديتورني والباقي يروحوا في البنان والكيوي حنا جو بريفير انا كجزائري ناكلوا الحجر والحشيش ولا نروحوا الى القروض بهذه الطريقه ومع الجماعه هذه. استاذ تكلمت على الازمه اللي راه يعيشها العالم بعد الازمه الصحيه الكوفيد 19 الجزائر كذلك المجتمع الجزائري عانى من هذا الشيء نلاحظوا يعني والخبراء يعني والمتابعين في كل مره يتحدثوا على الازمه اللي راه يعيشها المجتمع الفقر اللي ولا واضح كذلك عند العديد من الفئات هذا النوع من القرارات محمد ديوان وغان المتعلقه برفع الدعم ربما لن يشكل اضطراب في المجتمع الجزائري احتجاجات أو شيء آخر؟ يستحيل ما يشكلش إذا كان الغلق الحالي استمر على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد السياسي راح يكون عنف راح جاي الأشهر القادمة راح يكون عنف كبير في المجتمع لأن اللي يقدر يمتص هذا الغضب ماشي امتصاص الغضب باش يديروا واش يحبوا نو يكون هناك حوار اجتماعي باش تكون القرارات تكون كومباني يكون الحاجه اللي غلطه فيها الحكومه لان الفرق بين الحكومه اليوم والحكومات السابقه اللي دارت تصحيح الهيكل افون يا في ان بو دو كومبيتونس ابارامون دركا راهم غير يديروا اي حاجه انا ما فهمتش كيفاش الكونسي دي مينيستر يقرر يقول لك ما تبنوش بلا حطب تبنوا بالبي في سي هذه كامل في مجلس الوزراء دونك يا ان بو دو كومبيتونس راح تزيد تعمق الازمه اكثر
دونك اذا كان استمر الغلق هذا الغلق الاجتماعي باسكو انا نشوفوا بلي النقابات تقريبا قالوا لهم انتم اي نقابه دير اضراب ولا دير احتجاج تعتبر ممكن يصنفوها كما صنفوا يطبقوا عليهم لارتيكل 87 بيس. دونك اذا كان استمر هذا الغلق راح تروح للعنف انيفيتابل العنف اللي طون باش الان يبدا من الان الحوار الاجتماعي الحوار السياسي يبدا فتح المجال الاعلامي المجال كل مجال يعني النقاش بيكون يفتح نقاش وطني حول القضايا اللي تهم المواطن القضايا الاقتصاديه الاجتماعيه هذه وكل القضايا المصيريه للامه لان الجزائر اليوم راهي في منعرج. سي محمد اسكو كان نقاش في المجلس الوطني الشعبي ما تبعش على القضيه تاع رفع الدعم اسكو كان نقاش فوتوها فوتوها كومي لاترا لا بوست ما تبعش مليح مجلس كومي لاترا لا بوست لا نو جوست جوست تجري لي سول بون يفو دير الكتله البرلمانيه تاع حماس اللي فوتاو ضد بون فوتاو ضد القانون الماليه بشكل عام ماشي فقط على هذه مي هذه فاتكم الا ترى لا بوست في لا بي ان ما كاين غلقوا كلش غلقوا غلقوا البرلمان غلقوا الساحه الاعلاميه ايزون تو فيرمي الكرواب لي بلا فيرميتور اللي رايحين يفوتوا ما عندك شرعيه شعبيه ما عندك دراهم ما عندك والو تحاول تفوت تفوت السياسه تاعك سي سي امبوسيبل. في لي زاني 90 اونيتي برسك اونيتي دون سيتوياسيون بير على اليوم لان هذاك الوقت ما كانش دراهم خلاص كان كنا سيسيون دو بايمون اليوم الماليين ما راناش فريمون في الازمه اللي رانا فيها اللي كنا فيها في لي زاني 90 ايزون بي جيري لا سيتوياسيون بون الثمن كان غالي ماشي ماهوش ما غلقوش كما المجال الاعلامي والمجال السياسي والمجال الاجتماعي كما 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 غلقوه اليوم كان فيها نقاش كانوا فيها تجمعات كانت فيها مسيرات كان مالغري القنابل اللي كانت ترتك في الجي كانت المسيرات ماشي ممنوعه اليوم ممنوع دير مسيره ممنوع دير اضراب ممنوع او سي محمد او محمد ديوان وغانا راه يتكلم على ازمه سياسيه مراد بيتور هل الازمه الاقتصاديه ستعقد الامر اكثر خاصه وانك انت اشرت قبل قليل الى السلم الاجتماعي اللي كانت السلطات الجزائريه تقدر تشريه كما استعملت انت هذه الكلمات بالريع انا ذاك الشيء اللي مش متوفر اليوم. هناك قاعده تقول ان الضغط يولد الانفجار. اليوم علينا أن نعرف أن الدول لا تسير بالشعبوية والارتجالية على صناع القرار في الجزائر أن يعودوا إلى الرشد. الأزمة الأساسية في الجزائر هي أزمة شرعية، أزمة شرعية منظومة حكم، أزمة مشروعية نظام سياسي لحل كل هذه المشاكل التي نتحدث عنها. علينا بحل حالة الأزمة الحقيقية وهي أزمة الشرعية. لا يمكن أبدا الاستمرار في حكم الجزائر بهذه الطريقة. هناك تباين بين مستوى المسؤول السياسي ومستوى تطلعات الشارع. اليوم منظومة الحكم لا تستجيب لتطلعات الشعب. هناك رفع لمستوى المطالب. هناك نشاهد الشارع عنده مستوى في المطالب عندما يطالب سواء المطالب الاجتماعية ومطالب سياسية ومطالب اقتصادية ومن جهة حكومة وصناع قرار دون كفاءة بارتجالية ما تقولش راهم يسيروا دولة ما تقدرش تسير الدولة بهذه الطريقة الشعبوية. عندما رئيس دولة يقول لك البطاطا ما تجوز 6000 يسيتان باري ناسيونال يتحدث على رهان وطني والفيديو موجود في وقت رئيس الدولة السابق زروال انتم تشفوا خير مني البطاطا وصلت ل 7000 مي ما دارش خطاب رئيس الدولة انا ذاك بورتو عسكري هذا زعما سياسي وطرعرع داخل الإدارة برلا فعنده الحق محسن بالعباس رئيس الارسيدي كي قال لك بان نهار اللي جابوا الرئيس الدولة الحالي قال لهم مستوى تاعه لا يتعدى مستوى رئيس طائرة. هي حقيقة نحن نعيش غياب الكفاءة وهذا راجع للتهميش لأن هناك أمراض عديدة تنخر جسم الدولة اليوم وهي التي أوصلتنا إلى غياب الثقة بين الحاكم والمحكوم غياب الثقة بين المواطن اليوم ما يثقش في مؤسسات الدولة وهذا خطر. نحن نعيش إذ محلال الدولة نعيش تفكك مؤسسات الدولة
وصناع القرار ما دايرين والو، شغل بلاد راهي توفا بيا. عندما نسير بهذه الطريقة حتما سنولد انفجار على صناع القرار، التعقل والتصنت إلى صوت الأصوات اللي راهم تدوهم للسجن. ما تديهاش للسجن، اسمع له واش راه يقول لك، اسمع المعارضة واش راهي تقول، لأن الجزائر هذه هي جزائر الجميع. ما تقدرش بالأرسيدي عملتوا بيان في هذا الصدد هذا الأسبوع مراد بياتور، نحن هو بيان لاجتماع عادي للأمانة الوطنية التي تجتمع كل شهر. كنتوا فيه حول الوضع السائد في البلاد؟ نعم، هي كل شهر الأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تصدر بيان أين يكون شرح وتفصيل للحالة السياسية والوضع العام في البلاد. نحن على مستوى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لدينا خط سياسي واضح، خط سياسي واضح من أجل استعادة السيادة الشعبية. ما نقدرش نواصله بهذا الطريقة، لا يمكن الاستمرار. علينا إعادة ثقة بين الحاكم والمحكوم، علينا إعادة الثقة للشعب في مؤسسات الدولة. الدولة مراد بياتور، يعني أعدها كثير مراد بياتور هذه الكلمة. أستاذ للماس، هل يمكننا القول اليوم أنه الجزائر تعيش نهاية الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية؟ إنه كان نهاية الطابع الاجتماعي فقط، معليش، يعني نشوف بأن نهاية الدولة يعني أسلوب تسيير تاع نظام اليوم أسلوب خطير اللي يودي الدولة كلها إلى الهلاك. فنظن بأن كلنا رانا نشوفوا هذه الهشاشة أو طريقة تسيير الهشة لمشاكل تاع البلاد. كما قال خونا، يعني طرح دير مجلس وزاري على مشكلة على البطاطا وهالأمور، يعني نظن بأن من المفروض نفوتوا هاد الشيء. يعني بعد 1,000 مليار دولار من الاستثمارات يوم تكلموا على المشاكل هذه البديهية واللي ما عندهاش حتى يعني منطقة، يعني بلاد كما هذه نتكلموا على البطاطا وهذه المشاكل هذه. فنظن بأن هذا يبين يعني بأن الدولة راهي في خطر، يعني دولة كمؤسسات ودولة والجزائر أرضا وشعبا رانا في خطر إذا نستمر بهذه الطريقة. فنظن بأن كلنا فهمنا غير ممكن لأي مشروع ولأي إنسان ولأي رئيس، وحتى السيتبون تاع درك ولا رئيس اللي من قبل ولا اللي يجي من بعد، ما عنده ما يقدرش يطور البلاد إذا 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 نساو العنصر الأساسي اللي في البلاد وهو الشعب. إذا حبوا يطوروا الجزائر بدون الجزائريين، نظن بأن حاولوا منذ 62 ما قدروش، هذا غير ممكن. وبالتالي فالعنصر ثقة عنصر مهم. تكلم مع الشرعية، أنا باش ما نروحوش للشرعية، زعما اليوم راني شوية اليوم بالعقل برك، باسكو يا مي اليوم عنصر ثقة شيء مهم. كيفاش انت تطور لي الاقتصاد اذا ما كانش ثقه؟ والثقه منين تجي من السياسه؟ تجي وللاسف نعود نكلموها من الشرعيه، وبالتالي في غياب ثقه كيف نتكلم على جمع رؤوس الاموال والافكار ونجي نستثمروا الى اخره في بلاد وين غابت الثقه؟ ما واش حنا اللي قلناها فقط اليوم؟ حتى السي عبد المجيد تبون في احد التدخلات تاعو يقول لك يا ديزانفيستيسمون، رغم أعطى الأوامر وأعطى تعليمات للبنوك باش يساعدوا باش الاستثمار، ما كانش استثمار. ها هو هذا علامة خطيرة. سيت ان سينيال فور. إيسي يا با دانفيستيسمون، يا با ديكونومي. ليكونومي سي كوا؟ سي لانفيستيسمون، سي لا برودكسيون. دونك إذا ما كانش الثقة هذه، كيفاش أنا نجي نوضع أموالي نتاعي في بلاد وين ما عندي ثقة في القيادة وما عندي ثقة في المستقبل؟ إذا ما عندك ثقة في القيادة تاع البلاد، فالمستقبل تاعك ماهوش راهو ثاني. كذلك ما عندناش ثقة في المستقبل تاعنا، وبالتالي فحنا ما نستثمروش. الأجنبي ما يجيش افيك تو لي سكوندال كيا، وهو كي يشوف الجزائري ما يستثمرش، حتى الاجنبي ما يجيش يستثمر، ولا والجزائريين اللي هم في الخارج هم يستناو الا الفرصه باش يجيو يبنيو بلادهم، ما قدروش يجيو في الظروف الحاليه. وبالتالي كيف يعني نتكلموا على برنامج وكيفاش نطوروا الجزائري الاخير؟ وبالتالي فنظن بان اذا ما يسمعوش الشعب ما يقدروش يبنيوا الجزائر. إذا ما يسمعوش للجزائريين، الجزائر لن تبنى بدون الجزائريين. وبالتالي هناك فرصة، حنا في الحراك ما خرجناش باش نخرجوا، وحنا ما راناش باش نكونوا أعداء تول موند وكل ماشي ملاح وكل نوزانمي، ما راناش في هذا الشهر. حنا حبينا
حبينا كما قلت هذه في عدة مرات الجزائري حب يرتقي إلى مستوى المواطن أولا. on veut se hisser au grade de citoyen. Le grade de citoyen, واش محسوب هذيك الرتبة تاع المواطن؟ يخليني باش نكون كوجيرون دون مون بيي، صادير نشارك في بناء الجزائر، نشارك في اختيار القيادة نتاعي، كي أنا نختار القيادة، نختار القيادة على أساس المشروع اللي جات به القيادة، وبالتالي فإذا جازت هذه القيادة بالمشروع هذاك، فجو سري امبليكي دون لابليكاسيون دون الكونترول دون لا ميزون بلاس اكسيتيرا. هاوليك واش حبينا؟ حبينا نكونوا مواطنين. لما نكون مواطن نكون مسؤول على الحاضر وعلى المستقبل، ونكون مسؤول يعني نشوف ترمي حاجه نقول لك نو ما ترميش باسكو جو في مي سونتير امبليكي سي مون بيي تو. مي اليوم راه محوزونا، اليوم قال لك يا شعب روح خلينا حنا نسيروا راكم نو كنعرفوا معليش نو كنعرفوا قال معليش اوكي با بروبليم راه مردونا قوه اقليم، ولكن هذا وكل ما كانش منها. اليوم رانا نتكلموا على البطاطا يعني سي افرو. اليوم تكلموا، انا قلتها في احد التدخلات في هذه القناه، قلت للسي تبون وقلت للمسؤولين تاع الجزائر وقلت الباترون دي سيرفيس وقلت البريمي مينيست كونساكري كلكو ميني دو فوتر طون وسمعوا التدخلات تاع لي كانديدا تاع لي زابيسي وهذو لي كانديدا في لي زيليكسيون. شوفوا المستوى، مستوى على بالك نمرض كون دي فوا في نكون سوق ونسمع نمرض خوتي يعني هادو ماشي برانيه خوتي، ولكن مستوى ضعيف. يا هل ترى بهذا المستوى تقدر تبني بلاد في وقت الحالي، في وقت وين راه التطور كبير في العالم، في وقت العولمه؟ العولمه سي كراف، هو ما على بالهمش العولمه سي كراف. العولمه واش قال لك؟ اذا عندك دور تلعبه في هذا العالم هذا مرحبا بك، اذا ما عندكش دور ايتيكارت ومن بعد يقول لك اول جزائر كبيره اذا نقسموا على 14 مي سي كراف واش راهم يديروا لنا؟ هذا هو المشكل. العولمه سي سا يفون زيكرازي si on n'a pas de rôle à jouer dans cette mondialisation. Laissez-nous travailler. خليونا يا جماعه حنا ما نحاسبوا حتى واحد، من يروحوا علينا يروحوا باش يخليونا نخدموا. سو سون با نو زانمي سي دي سو سون نو فر سو سون تو سكو تي فو غلطوا روح مي ليسينو سوفي سكي ريست ا سوفي. نو افون دي زونفون عندنا ولادنا وين نرميهم البحر يعني؟ هذا هو انا نقول لهم اسمعوا لي انترفونسيون سا فو تو دير. روحوا برك اسمعوا هذوك التدخلات تاع لي كانديدا فيتور ماشي وكل على كل حال، ولكن والله غير نسمع غير نمرض جي اون في نخبط طونوبيل في 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 الحيط محمد يعني مؤسف دو دير سا. مانيش نعاير ولا سي با دون سو سون، مي اذا ما راناش نسيروا في قهوه مقهى، رانا نسيروا في بلاد مع الشعب تاع 44 مليون، عندنا اولادنا عندنا عائلتنا، انا ما نروحش منا راني هنا دونك جو سوي انتربولي. رانا وكل لازم علينا نفكر في هذه الطريقه بطريقه مغايره. مقابل كل هذا، في مقابل هذا الاصوات في المعارضه ومن طرف الشخصيات الوطنيه في كل الميادين، محمد ايوانوغان، السلطات الجزائريه تحضر الانتخابات المحليه يوم 27 نوفمبر المقبل، يعني هل سيشارك الجزائريين وما محل هذا الموعد الانتخابي؟ هما حضروا بقات سمانه الانتخابات. نعم. غدوة لنهاية الحملة. ما شفناش حملة. أنا بيرسونيلمون جي با ما شفتش ما حسيتش باللي في بكري كنا نحسوا دائما نحسوا باللي كاينة حملة انتخابية. مام المواطن ما يشاركش صافي دي زاني الآن العزوف الانتخابي في الجزائر عنده دي زاني براتيكمون من 2012 المواطن نسبة المشاركة في الانتخابات دائما 30% 40% أقل، هذه الأرقام الرسمية. مي هذه المرة مام في الانتخابات التشريعية اللي فاتوا وين الشعب كان مقاطع بالنسبة الكبيرة بزاف، مي كانت حملة انتخابية، حسينا بلي كاينة حملة انتخابية، حسينا ضغط، مام لا بريسيون، مام من عند السلطات كانت فارضة اون بريسيون على الناس بلي هذا المرة ما كاش، هذا المرة ما شفناش كيفاش فات الحملة الانتخابية هذه. خلاص ما اون ديري با دون سيمان كاينة انتخابات. الور لا عند المواطن ما تشوفيش، ما شفتش انا وين المواطنين ولا المواطن الجزائري لحد ساعه ما تلاقيتش المواطن الجزائري يحكي على الانتخابات. انا دبي من نهار بدات الحمله الانتخابيه هذه الى اليوم ما تلاقيتش مواطن يحكي على الانتخابات ولا في بلاصه ولا كاين تجمع ولا نشاط ولا ريحه تاع انتخابات. جو نفوا با بون ماتنون ما نقدرش نعطي برونوستيك، مي جو بونس لا مبالاه المواطنين بهذه الانتخابات واضحه.
مراد بيتور في كل مرة كيكون موعد انتخابي كنا نلاحظوا يعني الأحزاب المقاطعة أو الغير المشاركة في هذه الانتخابات كانت تعمل حملات مضادة للحملات الانتخابية، ولكن هذه المرة كما قال محمد إيوانوغان لم نلاحظ أي شيء حتى من طرف هذه الأحزاب الغير المشاركة أو المقاطعة. اليوم الجزائر هناك مناخ رعب، نحن على مستوى الأرسدي لدينا مناضلين داخل السجون، قياديين داخل السجون، اليوم لدينا رئيس المكتب الجهوي لباتنا يتواجد في السجن لأسباب واهية، عندنا عضو مجلس وطني في غليزان يتواجد في السجن، والكثير من المتابعات القضائية كذلك تحدث عن مسؤول أو الحزب السياسي حيغ الراس متواجد في السجن. اليوم هناك مناخ للرعب، نحن على مستوى الأرسدي لم يمنح لنا رخصة لعقد اجتماع عادي لمجلس الوطني للحزب، ترفض منح القاعات للأحزاب السياسية منضوية ضمن تكتل قوى البديل الديمقراطي من أجل الاجتماع. هناك تجريم للعمل السياسي، يتقول نعم ينتظرين ديك الحبس، سياسة واضحة. أنا نفهم لك الانتخابات بالجزائر بتعبير بسيط ونعطي لك مثال. بكري كين لعبوا البالون في الكارتي، كين واحد هو اللي يجيب البالون، وهذاك اللي يجيب البالون جنرالمو يكون سمين ما يعرفش يلعب وزيد ما يحبش يدير جول. هذاك كيما السونتا سواسوا، يتاح لك في السونتر يدي بينالتي، يتاح في السونتر يرفض البالون يروح يتيري بينالتي، انت تماركيها في وسط المرمى تضربها بين زوج هذوك البربانات اللي نديرهم ولا زوج حجرات جوز في الوسط، يقول لك ماشي بيت، وهو يضربها تخرج واحد 2 متر على يقول لك بيت. ما كانش البارح مو البالون، مو البالون. وعلاش السلطه هي كيما مو البالون؟ عندها الاداره، لاننا اليوم نتحدثوا على فساد اداري، فساد سياسي وفساد مالي، فساد متفرع. عندها الاداره في يدها، وهذا كيفاش نسموها اللي سموها سلطه لتنظيم الانتخابات، هي مجرد وزاره. بكري كانت وزارة الداخلية، اليوم أصبحت وزارة أخرى دار وزارة الانتخابات. هذا مكان لا سلطة لا استقلال لهم يحزنون. إذن السلطة لديها الإدارة في يدها، لديها الأموال، لأن هناك مازال هناك الفساد المالي في الانتخابات، الأموال هناك، الأموال هناك، أيضا شيء ثالث وهو ليكور كونستيتوي والجيش، تلاعب بأصوات هذه. وعلاش واحد يكون يروح لتمن راس تمنى من العاصمة، أنا دوكا من العاصمة نروح ندير سيرفيس ميليتير تاعي في تمن راس وننتخب على المير تاع تمن راس، أنا نقول للناس تاع تمن راس شكون هو المير. هاد الأمور كي حضرنا عليهم احنا في المناسبات الماضية، في مناسبة الانتخابات الماضية. اليوم نشاهد حتى هناك عزوف للترشح، هناك بلديات دون قوائم، هناك عديد من البلديات بقائمة واحدة، قائمة واحدة بعد روسيكلاجا فلا نارندي وجيب كاع جماعة ديرهم في ليستا، المهم تكون ليستا. نشاهد عزوف عن الترشح وما بك بالانتخاب، رانا على بعد أيام من ذا. الشعب ما كانش متحش، احنا رانا نعيشوا في وسط المجتمع الجزائري، تسمع حملة ما تسمعش، الناس دي فوا تلقاهم يتمسخروا حتى في تيك توك، ولا دوك يديروا لهم واحد الفلتر ديرك وهذا ذيب هذا ماشي ذيب ما عباش إلا شفتو. شغل رجعنا وين وصلنا السياسة، وين وصلنا الممارسة السياسية، وصلناها تمسخير، رجعت تمسخير. قالها ماشي باش، قالها الأستاذ للماس باش ماشي باش نقلوا من قيمة خوتنا اللي ترشحوا ولا، لكن صبحوا مسخرة، رجعوا بهالل كما نقولوا احنا بالعامية، يتبهلوا بهم الغاشي. ماشي هكذا السياسة، كانت في وقت ما فن نبيل، كانت محتكرة للنبلاء، الطبقة النبيلة فقط هي التي من الطبقة الأرستقراطية في العصور الوسطى هي التي تمارس السياسة، الطبقة الأرستقراطية من فلاسفة ومن أشياء. اليوم أصبحت مسخرة السياسة. بما أنك فقط تكلمت على الناس اللي ترشحت لهذه الانتخابات، احنا حاولنا يكون معنا أحد المترشحين يعني باش يكون ديبا كونتراديكتوار وباش نمدوا لهم الكلمة كذلك، ولكنهم كلهم من منشغلين بالحملة الانتخابية اللي مازال ما خلاصتش في عجالة. نعم تفضل باش نمدوا الكلمة. اليوم نشاهدوا اللي ذهب اللي راحوا لترشحوا الانتخابات تلقاه يهاجم في المقاطعين. أنا سمعت بعض تدخلات، وعلاش تهاجمني أنا نرفض هذا المسار؟ لأنه أعطيني الشعار اللي داره أبصم
لإتمام المؤسسات هو إتمام لأجندة، هي ليست ورقة طريق، لأن عندما نتحدث عن ورقة طريق يكون لديها أهداف ولديها حيز مكاني ولديها، هم ليست ورقة طريق، عبارة عن أجندة ووضعتها السلطة لإنقاذ النظام. إذن نحن اليوم في آخر محطة كما كتبنا في البيان لتشويه مؤسسات الدولة التي بدأت في 12 ديسمبر 2019، هذه هي آخر مرحلة لتشويه كل مؤسسات الدولة. أستاذ قبل يعني بعد أيام راح تكون هذه الانتخابات، كيفاش تابعت ولا كيفاش تقيم الحملة الانتخابية؟ والله تكلمت عليها يعني وتأسفت على المستوى تاع العديد من المترشحين، في نفس الوقت يعني عاود شفنا نفس الوجوه اللي انتقلت من حزب إلى حزب، يعني رشحت روحها، يعني يا هل طارت تتكلم على جزائر جديدة بالوجوه القديمة اللي راهي مرفوضة تماما مع في المجتمع، حتى هنا ما قدروش كما قال الأخ ما قدروش يجيبوا وجوه جديدة يعني باش يعني يرافقوا الفكرة نتاعهم تاع الجزائر الجديدة، رانا نشوفوا نفس الوجوه، وغالب الأحيان في لي زونسيان مير هذوك اللي يعاودوا يوليوا حتى تحت غطاء جديد ولا حزب جديد فيعاودوا يجوزوا، وبالتالي فنظن بأن حتى المواطن لما يشوف هذا الشيء يزيد يعني يعمق الفكرة نتاعو اللي عنده مسبقا على الانتخابات، فإذا فهم شيء بأن انتخابات يعني نجاح كل عملية انتخابية مرهونة بمدى تجنيد الشعب حول هذا المشروع. سي لا موبيليزاسيون درك، اذا ما تهتمش بالنسبه المشاركه تاع المجتمع، اذا تقول يعني يشاركوا ولا ما يشاركوش ما يهمنيش انا ندير المؤسسه نتاعي، فهذا راك يعني راك ما تعترفش بالشعب نتاعك، ما تعترفش بالجزائريين، ما تعترفش يعني بهذا العزوف نتاعو، علاش هذا العزوف هذا؟ وبالتالي فنظن بان هذا كما قال اخينا لا هو في الحقيقه ماشي انتخابات شعبيه، يعني من 12 حتى اليوم، يعني كل الانتخابات الاخيره حتى من قبل فهي انتخابات لتقيس النظام فقط، هي من اجل اعاده تركيبه تاع النظام، فهي مؤسسه تاع النظام، وبالتالي تفوت ولا ما تفوتش ما يهمهمش، هما ماذا بهم يكملوا الورق التعريق من اجل التركيبه تاع النظام للفوق باش يكملوا هذا المسار اللي خصهم هما، ما يخصناش حنا. الدليل أنا يعني سألت سي محمد قلت له اسكو كان نقاش حول مشروع تاع رفع الدعم على الشعب، إيه قال لك كان شويه يعني ما كانش حتى شيء، من المفروض هاد الناس هما اللي مثلوا الشعب، كيف يعني ما تناقش مشروع اللي راح يفقر الناس؟ كيف يعني هذا أبسط الاشياء، يعني لا عندك النواب من المفروض في اي بلد النواب يمثلوا الشعب، لما يخرج قرار مثل هذا ترفدي الدعم على الفقراء والمساكين والطبقة المتوسطة اللي راح ضاعت اللي تفقرت، كيفاه يعني ما يكونش نقاش، ما يكونش غضب، ما يكونش إضرابات تاع النواب، ما يكونش الأمور، ما كانش يسو سون با كونسيرني، خلاص هو يدي 26 مليون تاع ولا 30 مليون ما يهتمش بالواش ياكل الشهر. رغم أنا من الناس اللي تقول بأن حنا سياسة تاع الدعم في الجزائر، في الحقيقة رانا ندعموا الفقير باش يقعد فقير، هذا هو صافي 60 حنا ندعموا الفقير باش يقعد فقير، ما صبنالوش حلول باش نخرجوا من دائره الفقر، هذا هو الهدف. حنا ماذا بينا هذا الدعم هذا ما كان ياكلش ياكل لا انا يخليك كل المينيموم تاكل خبز والحليب اسكت فوالا دونك لا يلزم نخرجوا من هذه الدائره هذه. ولكن نظن بان هذه الانتخابات مره اخرى فلا تعنينا، يعني لا تعنينا كجزائريين، فكنا نود يعني كنا نود ان نشارك في الانتخابات ونروح نديروا حملات ونتقربوا من الشعب ونعاودوا نعطيوا الامل للشعب ونتكلموا معاه ونسمعوا له ونديروا مشاريع ونديروا برامج باش نخرجوا الجزائر من هذه الوضعيه. ولكن وللاسف النظام ما حبش يسمع لنا، قال لك لا يواصلوا مثل يعني كما كانوا في نفس السياسه، اللي انا قلتها عده مرات، قلت النظام تاعنا إن با دوبسيون شونجمون، النظام ما عندوش امكانيه، ما عندوش وسائل تغيير، اسكي في كو لما يقول الشعب اذا ما يروحوا كاع هاو ماهوش غلط كي قال لك تنحوا كاع، جو بونس كو اليوم رانا فهمنا هذا الشيء هذا بان هذا السيستم هذا لازم يروح
لان راه يولد هذا الوضعيه هذه يولد الفقر. سي تان سيستيم كي جينيراتور دي شاك سي تي اون فابريك دي شاك. هذا السيستيم هذا راه اي فابريك او صنع لنا الفقر او صنع لنا الفساد او صنع لنا البطاله او صنع لنا الحراقه او صنع لنا الفقدان للامل. اون ا بلو ديسبوار اون في با دون سبي اون سيرفي ما راناش عايشين رانا برك شادين هكذاك. دونك وعلاه ما يفتحوش لي باسريل؟ حنا ما قلناش نروحو نشدو حنا سلميين. وعلاش ما يفتحوش لي باسريل بور الي فيري نوتر اوبسيون بور سو رابروشي دي بوب؟ وعلاش ما نروحوش نتفاوضوا مع هذا النظام نحاوسوا كيفاش نخرجوا من هذه الدائره هذه اللي قاس كاع الناس نخرجوا ويفهموا بلي ما يقدروش يقدموا حتى شيء لازم يروحوا. ما قلناش حنا نديهم بالحباس، قلنا لازم نروحوا الى التغيير، تغيير سلس مبني على مفاوضات وكيفيه الخروج من هذه الدائره بطريقه منظمه سون ليسي دو فيد اشاك فوا دي كومباس دون كوتي فيرانوت ولا دون بارتي فيرانوت نبنيو جسر اشاك فوا نديرو جسور اشاك فوا نديرو جسور حتى نروحوا الى دائره الامان وين تكون مؤسسات شرعيه من اختيار الشعب. بركات ما السينما هذا جو مي سون فيكسي وراني في وضعيه يعني حرجه لما نتكلم على انتخابات في بلادي وما عندها حتى معنى والمواطن ما يشوفش فيها وانا ما على باليش واش كاين وكل يعني سي اونتو اي سي افرو اي لا سي لا فوت ا سو بوفوار اللي خلانا يعني خليك خلى الشعب هذا عنده انتخابات في بلاده وما يهتمش بها. كاين هاد وجهات نظر الاستاذ. للاسف ما كانش معنا اليوم مرشح في احد القوائم باش يدافع على الموقف ديالو، ولكن الحجه احد المترشحين محمد ايوانوغان هي انه السلطه المحليه نوع اخر من السلطات وشي مهم لانه راح يقرب هاد المنتخبين من المواطنين وما لازمش يخلو المواطن وحده في هاد الظروف. هي منطقيا الانتخابات المحليه ماهيش انتخابات تاع السلطه صحيح، يعني لو من الناحيه النظريه هي، لان من المفروض المجلس المحلي يعني علاقه المواطن مباشره بالسيرا بريمير سيلول دو ليطا في هرم اجهزه الدوله هي اللي عندها علاقه مباشره مع المواطن ضروري باش، ولكن في الظروف السياسيه اللي خلقتها السلطه جعلت من المنتخب المحلي والمجالس المحلية أنها مجرد أداة لتنفيذ السياسات الحكومة. شفنا مثلا نشوفه في أوروبا رئيس الجمهورية ما يقدرش يفوت قراراته على المنتخبين المحليين في الأخر في المقاطعات إلى آخره. في فرنسا مثلا شفا تذكر مرة ساركوزي قرر باش يعدل في لي نورم دو كونستركسيون الاخره على المستوى المحلي لي زوتوريتي ما حبوش يطبقوا له القرار تاعو. جيسكار ديستان في لي زاني كي كان رئيس في لي زاني 70 الى ديسيدي يطرد 500 الف مهاجر وبومدين الله يرحمه عندنا مشى له في الاخر. الحكومات الاخرين ما حبوش يمشيو معاه، بل الاداريين رفضوا باش يسنيو القرارات اللي طرد هذوك المهاجرين. احنا المنتخب المحلي اليوم واش يقدر يدير مسكين؟ ميم لي تير اللي عندهم ما يقدرش يتصرف فيهم، لي تير تاع لا كومين اللي تابعين لا كومين ما يقدرش يتصرف فيهم، لازم يخضع توجور الوزاره الداخليه، يخضع للاداره، يخضع للسلطه المركزيه. الولي في كل ما يكون عنده مشكل مع امير يلقى له كيف يقولوا بالدرجه القالب باش يدخله، اما يدير له قضيه في العداله ولا يلقى عفسه كيفاش هذاك المير هنا نعرف القضيه تاع الشاب الرئيس البلدي هذاك تاع افير تاع لارسيدي على جا لا كونتين باسكو لا دوني كونتين لواحد العائله باش يديروا عرس. قالوا الخيط منين يدخل داروا رفع عليه دعوى قضائيه ما مسي خرج براءه مي خلاص هو خلاص. من بعد الولي المهم عنده هذيك القضيه في العداله نحاه، ومن بعد خرج براءه على روحك المهم توني بلو بي ابي سي. دونك السلطة هي اللي نحت في الحقيقة المنتخبين المحليين السلطات ولا الأدوات باش يكونوا هما الحلقة الأولى ولا الهمزة الوصل ما بين المواطن والدولة. سبورسا ولا اليوم ستنديل ما أنا كنت من الناس اللي يقولوا باللي لازم في الانتخابات المحلية المقاطعة ماشي حل. مي سي فري دوك انت تروح تشارك في الانتخابات المحليه غير باش تربح باش تشارك وباش تربح المشاكل مع المواطنين، باسكو انت المير
ولا المنتخب المحلي راه في علاقه مباشره مع المواطن وفي البلديه، ما راهوش ماشي كيما الديبوتي يطلع لالجي يولي يسكن في العاصمه ما يشوفش اللي انتخبوا عليه ينساهم، مي المير دائما او يبقى في علاقه دائمه مع المواطنين اللي انتخبوا عليه، دونك كل يوم يجيو ليه للدار ماشي غير لاميري برك يروحوا يطبطبوا له في الدار، اي مشكل يروحوا ليه للدار. محمد ديوان وغان كان عندك تدخل مراد بيتور اخير وفي اوجه لحقنا النهائي. هي فقط في مساله التقرب من المواطن اليوم مع النظام الانتخابي هذا ومع تدخل السلطه دوكا ينحي لك يقول لك ما مشكون اللي ترشح باسكو هناك قانون وماده داخل القانون اللي يتحدث عن ماده غامضه يقول لك التقرب من رجال المال المعروف بقرابه من رجال المال او ايضا يكون شارك في عرقله العمليه الانتخابيه، اذا ينحي لك شكون. وما حنا كنشاركوا في الانتخابات المحليه وانا نغتنم من الفرصه باش نشكر رؤساء البلديه تاع الارسيدي والمنتخبين للجميع اليوم يعرف بانهم خاصه في الثوره الشعبيه انهم وقفوا مع خيار الشعب، قراراتهم معروفه، قرارات رؤساء البلديه هي قرارات شجاعه وان احييهم على هذه الشجاعه التي تمسكوا بها. ونحن ايضا عندما نرفع شعار التسيير الشفاف، عندما نرفع شعار التسيير الفعال، نحن عندما نذهب الى الانتخابات نسير بفعالية. أما الأحزاب المشاركة عرفناهم كانوا ضد خيار الشعب، إحنا كي الأميرنا كي يحبوا يديروا ديزاكسيون من أجل نصرة ثورة الأحزاب المشاركة مش حاضرة اليوم باش يجي يقلع علينا السردين. لا 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 كلمة بركة، ما نقدروش نكملوا الحصة بدون ما تكون التفاتة حول كل سجناء الرأي، ربي يطلق سراحهم إن شاء الله، وتحيتنا لكل الأحرار داخل وخارج الوطن. سجناء رأي اللي منهم زملاء صحفيين ونعم أصدقاء زملاء صحفيين يعني، والحرية لكل معتقلي رأي كما قلت أستاذ إسماعيل للماس. شكرا لك، شكرا محمد إيوانوغان، وشكرا مراد بيتور، شكرا لمتابعي غاديو أم، إلى اللقاء.